بارك الله فيكم. يقول السائل: هل وردت علامات يعرف بها الشقي والسعيد في الكتاب والسنة؟ نعم، علامات كثيرة، من الاستقامة على الطاعة، فمن استقام على طاعة الله فهذا دليل على الخير، ومن باشر المعاصي فهذا دليل على الشر. ولهذا ذكر العلماء أن الكرامات، الأمور الخارقة المتعلقة بالأمور الكونية، قد تحصل لبعض الأولياء وقد لا تحصل. وأما الاستقامة على الدين فهي كرامة كل مؤمن، كل ولي من أولياء الله فكرامته الاستقامة على الدين. فإذا رأيت الرجل يستقيم على الدين ويحافظ على العبادات ويتجنب المعاصي فهذا دليل الخير. وعامة من استقام على إخلاص ومتابعة مع لزوم الاستغفار والانكسار والخضوع والذل فهؤلاء إن شاء الله مآلهم إلى خير. ولكن لا ينبغي أن يقاس من كانت له طاعات وله بعض الأمور الخطيرة من الكبر والعياذ بالله أو العجب أو أكل الحرام أو المعاصي والمداومة عليها، فهؤلاء هم الذين وردوا في الأحاديث. وأما أهل الخير والاستقامة فما زال الناس يرون، وأكثر المؤمنين بحمد الله على ذلك، أن الذي يداوم على الطاعة كلما تقرب إلى الله عز وجل للطاعة في يوم فهو يتقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله حتى يحبه، فإذا أحببه عصمه من الذنوب والمعاصي وكفاه شرور الإنس والجن، حتى أنه إذا سأل الله أعطاه. وهذه العلامات تظهر في كثير من الصالحين خصوصا في كبار السن الذين داوموا على الطاعة، والشباب قد لا يرون هذه العلامات ظاهرة، ولكنهم إذا سلكوا هذا الطريق فهو في كل يوم يرى أثر هذا في نفسه من الاستقامة والتوفيق وحبه للخير والرغبة فيما عند الله عز وجل وتجنب المعاصي. نعم.